والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولذلك قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله، إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، لأن المرء إذا جاهد في سبيل الله جل وعلا بسيفه ورزق همة عالية وآتاه الله رب العالمين عزيمة وثابة، فما هو إلا أن يجالد في سبيل الله ساعة حتى يمضي إلى ربه حميدا شهيدا. وأما أن يحيا في سبيل الله فهذا عناء حقيقي ومجاهدة كبرى. إن الحياة في سبيل الله، أن تحيا في سبيل الله ليس لنفسك من حظ، وليس لنفسك عندك من طعم، لا تذوق طعم نفسك، وإنما تحيا لله وتحيا بالله وتحيا مع الله وتحيا لأجل دين الله. هذا من أصعب ما يكون. إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.